العالم ديال 1990 اللي وقعت في الطليان شهدت أملل مباراة في تاريخ كأس العالم. هذه المباراة جرت ما بين مصر وأيرلندا. فهاد الجروب كانت مصر لعبت في الماتش الأول ضد إنجلترا وخسرت، واللي بغات تلعب ضد أيرلندا. أيرلندا ديك الساعة كانت فريق مجهد بزاف كيعتمد على الهجوم، ونورمالمون الا كنتي في شي مباراه تلعب ضد واحد الفريق مجهد بزاف كتحاول تدافع وفي نفس الوقت تحاول تنهج لي كونتراتاك. لسوء الحظ مصر في هذه المباراه دارت واحد الخطه مغايره لهذا الشيء. الماتش كامل وهي كتدافع، عرفتي، من الحارس حتى المهاجمين كلشي كيدافع وما دارت حتى هجمه. ايماجيني في ماتش كامل مصر ما دارت حتى هجمه اكثر من هذا الشيء. هذا الماتش هذا تسبب في ان الفيفا بدلت واحد القانون من القوانين ديالها. شحال هذه قبل 1990 كان بامكان انك الا كنتي في واحد الفريق تقدر تضرب كره ودوزها للحارس ديالك ويشدها بيديه ويبقى يلعب بها ويتسارى بها وعادي يدوزها للفريق. وهذا الشيء اللي قتل الماتش، يعني هذوك اللاعبين ديال مصر ملي كتطيح من رجلهم الكره كيبداو يلعبوا بيناتهم يدوزوا بيناتهم يعطيو للحارس، الحارس يضيع الوقت يلعب بها يعطي لهم كره يعطيوها لبيناتهم كيديروا دي باس دي باس دي باس دي باس كامل تسالى الماتش. خرجوا بالتعادل 0-0. المدرب ديال ايرلندا وراه كان غير حماق بدا كيسب فهادوك اللاعبين ديال مصر كيجري موراهم، وفي اخر في الاخر ديال الماتش قال الصحافه ان بسبب المصريين كره كره القدم. وهنا قررت الفيفا انها تغير هذا القانون هذا، وبالتالي اصبح ممنوع ان لاعب يعطي الكره للحارس ديال الفريق ديالو باستثناء طبعا ملي كيضربها بالراس، سينو الا دوزها له ما يمكنش يشدها بيديه خصو يقيسها غير برجليه. المهم راكم عارفين اللي كاين. وهذه تعتبرت زعما أملل مباراة في تاريخ كرة القدم. بالطبع كنتحدث على كأس العالم، كنهضرش على فريق فرق الهوات وحتى البطولة ديالنا هذيك كلها مملة من أول ماتش لآخر ماتش. المهم هيا في راسكم دابا عرفتوا تاريخ أملل مباراة في تاريخ كأس العالم. تسناو فيديوهات أخرى إن شاء الله باش نهضر لكم على مباريات أخرى متميزة. والسلام عليكم ورحمة الله.